وصحتوها ويا ابراجكم برج سرطان برج زوجاء اتبربجوا مثل ما تبون بس لا تعوزونا وياكم ما تقدر تقول لحد شيء فلان تعال اطلع ويانا لا انا برجي زوجاء انا انطوائي بتم في البيت اعطي كف انت برج كلب لا تريم الفريج والبنات بعد ملوعين كبدنا انت شخصيتك شخصية بصل يكتبوا لها برج الدلو انت انسانة عنيدة وراسك يابس تقولها فطوم قومي صلي لا خسي انا عنيدة وما اسمع الكلام برج الدلو دلدل الله راسك ان شاء الله صلاة صلاة قومي لا اعطيك كف على يبهج اخلي راسك سطل مبدلو استغفر الله والثانية تقولها مبروك ليلو عرستي اولها ما تضحك شوفي اختي لا انا برج الموسدة معروف عني دوم زعلانة اوي 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 جوي لا وطالعين بدود جديد الحين اياها ما عرفت تسأله انت شو برجك انا برج العنزاء لا ما اقدر اوافق انت تعرف برجي وبرجك ما يليقون على بعض انت تعرفين ان خشمك الفندال وويك المكعب مو بلاقي على بعض بعد انت تشي ولا تشي كشرة البرج ما بيغيرك لو ان شاء الله برج الدانجو لا تعذين كل يوم حاطن له برجك انا شخصية غيورة خارت عليك مرت ابليس في جهنم قول امين والله بيني وبين ريلي مشاكل ليش اختي انا برج الحمل وهو برج الشبس مو بقادر اتحمل ابغي برج يفهمني انا برج الكف ما تبيني الله كل الكلام اللي يكتبونه غلط وهو مصدق انت انسان مجتهد انت انسان طموح وهو هي والله كلامهم صح اوه كيف تي يعرفون شاب شاب طموح ود شهادة صف سادس ما عندك اكتبوا لها برج العنز انت انثى حنونة انت انثى جميلة وكثيرة الدلع والرقة واخر شيء هي بويا كيف 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 انا غسلت ايدي يوم مرة قريت العقرب في الغالب انسان طويل القامة وين وين يا حسرة وين كنا انتوا ابراجكم بنولكم ابراج في جهنم غرفتين وصالة قولوا امين فكونا